ممكن تكون هي المفروض تحرك ده او هي اللي تبتدي بيه او whatever، بس يعني لازم يبقى هو برضو عنده رياكشن ولازم يبقى هو بيقدر ده. هو مين اللي انت بتكلم عنه؟ وما فيش حاجه حتى اصلا. اكيد موجود. والله اكيد موجود طبعا. هتشوفيه طبعا. هشوفه هيجي النهارده باذن الله. عايزه تتعرفي عليه يا ريت. بس بصي يمكن تتعرفي على حد يعني مش عارف يعني لو ممكن يكون شبه فايق شويه. فاكره فايق؟ طب ليه؟ يعني ليه بتعمل كده؟ ليه تعمل معايا كده؟ على طول كده؟ لا ليه تعمل معايا كده؟ يعني ليه؟ لا بس فعلا انت قادره انك تواجهي الشخص ده؟ قادره انك تتعاطي معاه؟ قادره انك تدافعي عن فكره ان الرومانسيه هي من الطرفين، هي مش من طرف واحد، مش بس من الست تحديدا؟ يعني هو ده واحد مقتنع منتظر الرومانسيه من الست بس وهو ما يديش؟